بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عزيز باز قردشلار واخت وسخير وسن الله تندو أدلارغ الله سبحانه وتعالى طاعة مز عبادة مز قبولية سن بجندا برينجي حلقة دين سحبة لاريدان سجودانخ. الحمد لله الله سبحانه وتعالى بلامز يتشترد رزب بمبارك أياه الله تندو عدلارغ الله سبحانه وتعالى نيزا رزب آينا داخل أولدغ الله عمر ويرد بلامزا إن شاء الله تعالى الله عمر ويرد بلامزا داخل أولدغ رمضان آينا بالخير له وبركة له رمضان آي أولر أمتي محمد آمين. برده دا استرم تطرق يدم سويد دولة دا إنسان عقلسز إنسانلار قاخبلار قرآن كريمي ياندربلار ساحدا ولردن ويا بفعل دان يعني بير نتيجة يتشلر. أما بز ديارغ الله سبحانه وتعالى بد ين هداية يتسم للارن ين دبد أزلار قرأ أولر دنيا دا وآخرتا چونك بفعل دان بلا بللار مسلمانلار يعني طعنور اللار ين بدينا طعنور اللار يو سن بقرآني ياندرسن مثلا بلا طبع ونبتة أنا مقابل بين لارزة إنسان لار بقرآن جول لارن داده يعني الحمد لله وكرد بحث تغجنا بحث دارخ يعني تركيا دولة دا نغدا حافظ قرآن وار جورسم لارن جولو آتلا ليبيا دا وبير دولة لاردا إيشتان ما شاء الله يعني ديالر بلد مليون حافظ قرآن يعني بغدا إنسان القرآن حفظ يدلر بدأ إن شاء الله تعالى مسلمان جيولا خوش دار. أما الله سبحانه وتعالى حق مزآصن بلا إنسان لردان كبلا فعل ترشن فعل يدلر. عزيز بعض قردشلر بجن إن شاء الله تعالى بلاوس عينا بير جزل أخلاق بير جزل أدب بحسن يدارخ وبير حلقة بحسن يتغ يلان مسلاسة بحلقة إن شاء الله بحسن يدارخ دوغرسوس بخغناد نداجة قرآن دا نديلبت دوغر سوز قنشار سنة نديلبت دوغر سوز قنشار يعني ابن القيم بيرجوزل سوزوار دير منزلة الصدق وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ المنازل والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وأهل الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. ومن صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. وهو هو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال. يعني بغبر ده بالسوز ده يعني دوغر السوز بحسن يدري دوغر السوز كأنما بدوغر السوز فرق يدري أهل إيمانا أهل نفاق. يعني طبعا أو إنسان سوز دوغرسا يعني مؤمن إنسان ده أو بير إنسان ده ديدغ أو بير حلقة ده يلان تيسا سوزن ده يلان وارسا بمنافق بير إنسان ده سوران برده دير فرق ده يعني دوغر سوزدن چوت يلان سوز كأنما جورچر بلاوت بلار إن شاء الله أهل الجنة دلار بلار أهل جهنم دلار. يعني إنسان أولر چوغ مخيات أوصن سوزنن بلسن نديره نديمره. الله سبحانه وتعالى قرآن ده نديره ديري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني بأمر إدري أهل إيمان
ay insanlar, ay müminler, oğlun onlardan ka sözleri doğrudur. Yani bir yerde ne diyor? وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا وَقَدْ أَخْبَرَ اللّٰهُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّبْرِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الصِّدْقِ بَغْنَ دِرِ بَرْدَا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يعني بغ بنعمتا الله سبحانه وتعالى بحث يدري أهل الإيمان يعني بدأ صريحة إنسان أولور سوزي دوغرو أوسن عمل دا ظاهر دا إتار دا باطن دا إنسان أولور بتمام مسلمان دا بتمام أهل إيمان دا يعني قوله عملي دا مطابق دا Yox, mən sözüm doğru olsun, biz içərdən həmmə şeyim xilafdır bu sözdən. Və Allah Subhanə və Teala Quranda nə deyir? Deyir, Hədə yəvmü yənfə'u s-sadiqinə sidquhum, ləhum cənnətun təcrimin təhtihəl ənhər, xalidinə fiyhə əbədə, radiyallahu anhum və radu an zəlikəl fəvzul azim. Yəni, o cün, o insan, که سوز دوغره ده بو دوغره سوز چلوه جلر ای انسان چلوه جلر آخیرت تا نه جنت نه بز ازمز یعنی به حدیثتا دیره ما معناه الله سبحانه و تعالی جنت اهلت سه نه ما لا عین رأت نه جز جوربته ولا اذن سمعت نه قلقت اشدبته ولا خطر على قلب بشر یعنی تمام بفوز العظیم داجه Yəni, insan sözü doğru olsun, tamam musulman ol, əhli iman ol, Allah subhanahu wa ta'ala bir ni'məti bilə verər. Bir ni'məti nəcə insan əlindən gedərsin? Doğru söz, mənası nədir? Mutabəqətul qavl az-zamir vəl-muxbar ən. Yəni, sən bir söz deysən, o sözdən, نیز دیسان ضمیرو مرتاح تبل آسیدن. یعنی به خبر نقل دیسان به خبر دوغرد من دیالر دوغرسوس. بل اما ان يكون كذبا او مترددا بينهما يعني بين الصدق والكذب كقول المنافق يعني منافق انسان ديارد محمد رسول الله فهو من جهة المطابقة تمام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بيغمبر ده. لكن من جهة ما يعتقده بغون تدريغ بز إتاردن دا يازدن دا منافق إنسان ندري ديري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سوز دا تمام بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيغنبر ده محمد صلى الله عليه وسلم بز إتاردن بو منافق إيماني يوقت بيغنبرا أولر أونت سوز دوغر أوسن سوز دا عمل دا إتاردن دا اعتقاد دا أونت إنسان Olur çox müqayyət olsun. Yəni, yox, nə deyər? Kəbürə məqtən indəllahi ən təqulu mələ təfəlun. Yəni, olur biz insanları nəsxət edək, ondan sonra nə kötü şeydir, nə xarab şeydir, biz özümüz bir şey edək. Bu, mutabıq dəcə. Doğru sözün də mərtəbəsi. Doğru sözün mərtəbəsi var. Var صديق صديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق فأعلى مراتب الصدق أن أستن مرتبة دغر سوزدا ناد صديقية التي أشار الله إليها بقوله نذر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين يعني أو إنسان لارك بدر زيد شلر شملردن أول الله بيغمبرلردن O insanlar olarlar ki mertebeleri sıddıktılar.
بخخ مثلا ندي لبت دغر سوزا قنشر دير جنيد ندي دير حقيقة دغر حقيقة سوزا أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب يعني بغ أن حساس يردد ورسان دغر أصل سوزو يعني الله إتماسن بير مشكلة بير زيقة دوشبساو بلسان بدوش مختا يلان قرصاو احتمال دو قرطر ولسان سان برده دا يلان قرما برده دا سوزو دوغرو اصن نات دوغرو سوز پیغمبرين دعواسن دا ان شي نايده دوغرو سوزي دي يعني بز اوكره دا ديدغ يعني مثلا پیغمبر افاندم صلى الله عليه وسلم لقب نايده هشتا پیغمبر والمامشتا الصادق الأمين مكة دا او بير انسانلار بلاردلار كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هيتس بير يعني يلان سوز جور ما مشلار بيغمبر صلى الله عليه وسلم وانس بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشي بآية أنار وأنذر عشيرتك الأقربين بلالارن تساغرر جدر صفا داغيان دا أوردا حبسن تساغرر بير أولاردن ديمشيخ أبو لهب تجلر ديار أجر من إند بلاوزة دي سام بضغ أرخاصن دا بوادي دا إنسانلار ورجاللر تعدي إتنر بلاوزة يعني هجوم إتنر بير تتنر سز منا إناناسس بردنا ديدلر ديدلر ما جربنا عليك كذبا يعني هيز بسنن جور ما مشخ بير جون خلاف يدسان يعني نادى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ان بير صادق انسان ده انا بردا ديار بلالنا سلاون لا اله الا الله تفلحوا بردا ابو لهب يعني ديار تبت حاشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اللي هذا جمعتنا يعني من ننوت اللي بز يغشتردو انا ايه انا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد باغ انسان اولر بصفته اوسن تنكنات ولكم في رسول الله اسوه حسنه بزم قدوامس شمده قدوامس بيغمبر صلى الله عليه وسلم يغمانم قدوام اوسن بيردنا يعني اصلا مسلمان داجة يغ بيردنا مانم قدوام اوسن بير ممثل ده جدر مثلا نديلر براسنا كاميرا خفيه يلنا مصيبات ادر او بير انسان لريزانا والله ما منس اب اصلا حتى تمثيلن دع حمشي سند يلان قرر علامه انسان يلنا رو اجادره اونت بزم شريعه مزدا امر يد بتبلامزا ك اولردن اولاغ سوزلار دوغرده كان ديري وكونوا مع الصادقين پیغمبر افاندم صلى الله عليه وسلم ديري اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة يعني أبا آلت شيء سيز مامت جاتر نيرنا من بلاوزا بس ديارغ جرانتي ها جرانتي ويرغ بلاوزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزبر دا بير جرانتي چمن وير أضمن لكم الجنة من ضامن بلاوس جنة داخل ولاسز نادي يا رسول الله اصدقوا إذا حدثتم يعني أجر سلساو سوزو بالخبر نقل تساو بخبرو نقل دا دغرو أصن وأوفوا إذا وعدتم يعني أجر بير إنسان وعد ويرساو يرنا جاتر بوعد وأدوا إذا أتمنتم بير إنسان أمانة قوي بيانوا بأمانة عين النوهاي قوي بيانوا أبيل أداء إدا يرنجات واحفظوا فروجكم إنسان أولر فرزن محافظة إتن إلا حلال دان حرمنا أوزن إراغتن فاحشة دان أوزن إراغتن تنك بز ديدغ ندري ولا تقربوا يعني ياخون أولما أوشي بلاو فاحشي أبرر وغضوا أبصاركم جوزدان دا نظروا خرب نظر أولماسن يعني بس ديادغ جانا تكرار دارغ مثلا قناغلغة جيدبسان بلا وديا لربويرن بردو أوتا
سن با يو جردو باختو يو سحاب سخبار يوخت سن رأسا جزدا عائلاسنا باخسن قزنا باخسن باتنا باخسن با مخالفته پیغمبران حدیثتان چك اگر بلاره اتو مقایتو بردا ضمان يوخت بلاوتسه بس بردا ديره ابنا با آلت شرط جات يرنا من بلاوز ضمان ويرنا داخل وسز جنة إن شاء الله تعالى وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم إنسان أولر تعديت ماسن ظلمت ماسن خصوصا بري إنسان لرا يعني بز إيش دارغ مثلا سجن لردا نغدا بري إنسان ور سن مثلا إن دي ناس ديار ديار أجر سانو قدرتو واريسا بجون سن من ظلمت سن سن مقيتول سنن ان مقتدر تروار ودا الله سبحانه وتعالى سن قيامت اوردنين سن ك انسان لرا ظلم ادبسان بلالارن داخل ادبسان سزنا يعني برده دا مثلا سوق دولت لردا يعني محترم محترم هوجلار مشايخلار يعني بلالارن داخل ادبلار سزنا الله تندو عدلارغ الله سبحانه وتعالى برياخون فرد أولار تجون دارسن تخصن نار تكبز بز متأكد يعني نزا إيش تمشغ بلا لارن تلفزيون دادا جور مشغ بلا لارن هيدز بير سوز لارا مخالف داجة دين مزدان شرع مزدان الله تندو عدلارغ الله سبحانه وتعالى بير عازل فرز جون دارسن أولار حم مظلوم أو إنسان لار مظلوم نان سزنو لبلار الله سبحانه وتعالى بير فرض يولا اسم للارتة أما او بير إنسانلار كچوتي شيء ادبلار قانونن ينوير بلار بلار بز ديارغ مستحقتلار عقوبالارن آسنلار بير غير يرده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندير أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أجر بدورت صفات سند وصا غميما نجت الدنيا دان بلونان غامو الماسن ناد بيري صدق الحديث بغ دوغرسوس وحفظ الأمانة أمانة بدنا ويربلو محافظة إذا بأمانته وحسن الخلق يعني أخلاقه جزال أولسن أو بير قردش لار وقنشار مسلمان أوصى غير مسلمان دو أوصى بس ديدغ يعني تجزر لارن أخلاقي دان مثلا بدولتلر ين يعني اندونيسيا دي ين يعني ماليزيا دي بلر داخل اولبلر بدينا بز دا اخلاق مز جزل اوسن تأثير مز اوسن او بير انسان لرا كغير دين لر ديسنر اشهدو بالله بلر مسلمان دلر اخلاق لار بغ نغل دا جزال دي مانم دينم بيلا داجة بغ بدين نبير جزال صفتا امر يدري من اوزم تي مسلمان اولام اون تي اخلاقو دان يعني بز بحثيت مشخ كويتا بالإنسان واردة الله عافيت سن عبد الرحمن الصميت والله أعلم جدر أفريقيا دا بأخلاقي دان بتصرفاتي دان مليون نرزة إنسانلار مسلمان والدار وانت إنسان أولر بصفة أصم لاسنان وعفة مطعم يعني أختار سن بيماغ حلال وصن من يغجي دم نشي حرام ده ونا نادى بس في سبيل برم وصن حرمنا يو حتى بيرير ده جالبته ديري أطب مطعمك تستجب دعوتك يعني بيغنبال أفاندم صلى الله عليه وسلم صحابي أجادره سن يماغو حلال وصن يماغو حلال أصا وند دو عدل سودي سو يا الله الله سبحانه وتعالى ده نيستسو الله سبحانه وتعالى دعاء قبول دار أما سن يماغو حرامي سا جرماغو حرامي سا سن استسو الله تان الله سبحانه وتعالى بدعاء قبولة ماس مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام فأنا يستجاب له نيزا الله سبحانه وتعالى بدعاء قبولة سن نيزا دي سن درنا غنام باش نقدر حرمنا عنده سن دي سن يا الله يعني حاشا چما قشمال لغيت سن إنان ها أوز نفسه قشمال لغيت سن أنا أقول الإنسان مقيت أولسن صادق أولسن أمين أولسن أخلاق جزل أولسن حلال
مال يسن حلال مال أختارسن الله سبحانه وتعالى دير بردا بيغمبر أفاند صلى الله عليه وسلم عفوا بردا بير غميما أجر أو بير شيلر دنيا دان آلو دان جتسا بير يردا دا بيغمبر أفاند مصدان صلى الله عليه وسلم سوردلر من هو خير الناس يا رسول الله أن أفضل إنسان أن خير لي إنسان كمده قال خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق قيل ما القلب المخموم يعني لسان صادق وان الدغر سوزوار إبن مخموم القلب نادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد يعني جول باكت باكت هيدز بير حسادة يوخت أو بير إنسان لرقنشار بده خير الناس پیغمبر أفاندم صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان سوز دغر ده وبير غير يرد جالبته بيغمبر أفا يعني بآية تدن جالبته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ينبير يرد ندري يا أيها الذين آمنوا بردا أهل الصدق بحث يدري ندن يتل بآية آن ده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أوت إنسان لار كغزوة دا والله أعلم غزوة تبوكي دي جت مادلر پیغمبر دان صلى الله عليه وسلم غزايا وچي پیغمبر افاندم صلى الله عليه وسلم دوناندا او بيلردن سوردو ها بيرسي بير عذر چخارتي ها بيرسي بير عذر بير يالان منافقلار بس بو اوچ انسان سوزلار دوغريدي بير اولردن كعب بن مالك انا نبردا بايت انر ناتي الله سبحانه وتعالى توبلارن قبول يدار يعني دير وجاء المنافقون من الأعراب يعتذرون ويكذبون وهؤلاء الثلاثة صدقوا الله ورسوله فأرجأ الله التوبة عليهم وسموا بالمخلفين وكان مما أمر الله به في الآيات التي جاءت تعقيبا على تلك القصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني إمام قرطبي الله عافية سملاسن دير الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا حين نفعهم صدقهم وذهب بهم عن منازل المنافقين يعني بدو غرسوز بوت إنسان بلي إت إذا بلرد لر أولار دا بير عزر تاب سنار بس دو غرسوز پیغمبر قنشر صلى الله عليه وسلم دو غرسوز سلاشت لر أنا بردا ديري ببلي إت إراغ أوسنار منافق لردان أي إنسانlar أي عزيز قرداشlarım يعني بغير حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندري فإن الصدق يهدي إلى البر يعني إنسان استرسى آخر خير وصن إنسان ور حزت ماسن آخر خير وصن إلا يعني أكرمكم الله بيدنا آخر شرسة ها استماسن آخر خير وصن ديري بحديث فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار يعني عليكم بالصدق أمر دي إزار مزا يعني إلزموه توت بصفة باغلوول حتى بلوولر الله سبحانه وتعالى ياندا صديق يازلسان أجر صديق تيازلسا بأمر إلهي ده آخره خير ولر حاشا آخره شر والماس وانت إنسان توغ مقيت وصن إمام نووي الله عافيتن تعليق ورب حديث زارنا دير فيه فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير دير أولر إنسان ملازم أوصن أوزن أجراتن نزد يسن بدنا الرياضة إدري التمرين إدري التدريب إدري سن دو أوزو أجرات ديرو أجرات سوزو دوغرو أوصن ناتا دير ملازم أولمنا مع العلم مشقة وار احتمال دبع زيادة زرر دا دوش سنة دو سوزو دوغر دا
أما ندير منن عاقبته منن آخره هخير ده الله سبحانه وتعالى پیغمبر مزه صلى الله عليه وسلم أمر إذبته الله تن دعد لاسن أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وخبر ده ويربت إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عينا الله تن دعد لاسن الله سبحانه وتعالى بلئتن ديلي سوز دغرو أصلا ندري واجعل لي لسان صدق في الآخرين والله سبحانه وتعالى بشارة ويربت عبد لارن ديري آخرة وزداء نؤولر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ينبي الغير ديان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أنا بآية قنشار ابن القيم ديري بيش شيده مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق فأما مدخل الصدق ومخرج الصدق بأن يكون دخوله وخروجه حقا شرعيا موافقا للكتاب والسنة في أي أمر من الأمور يعني تسخماغو جرماغو حبس دوغرو أصن برده دا مفسرلر نديبلر ديبلر پیغمبر افاندم صلى الله عليه وسلم مكدن تسختي يرم براختي جتي مدينيه تسخماغه دوغرو سوزيدي جلماغه دا مدينيه دوغرو سوزدي يان بدر دا تسختي دوغرو سوز تسخماغه معركه بدرته دونماغه دا مدينيه عينن دوغرو سوز اولر انسان özün öcretsin. Bi an yekuna duhuluhu ve khurucuhu hakkan şer'iyen muvafikan lil kitabi ve sünne. Olur hamet çıkmağımız, cırmağımız muvafık olsun kitap ve sünne. Fi ayyi emrin min el umur. Nat olsa. Ve huve zıd mehrecil kezib ve medhelil kezib. Ellezi la gayete lehu yusal ileyha. فمخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في غزوة بدر معركة بدر ده هو مخرج صدق ومخرج الأعداء من كفار قريش إلى غزوة بدر هو مخرج كذب يلان تتختلر أولار تعدات ظلم تتختلر ومدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مدخل صدق دوندد مدينة نات في الله وابتغاء مرضات الله هاجر وترك الوطن والأهل ابتغاء مرضات الله فاتصل به التأييد والظفر والنصر يعني باخ تمام براخته تمام مشقتي ده بس نادة تخماغه دوغر تخماغي ده الله سبحانه وتعالى بلاسنا نصرت ويرد مدينة ده وانت إنسان بعض ده تفسير إتلر مخرج صدق ومدخل صدق ومخرج الصدق خروجه من مكة ودخوله المدينة وهذا مثال على ذلك وليس هو كل مدخل الصدق ومخرج الصدق وإنما هو مثال على يعني بير مثل من جات ربته أنت إنسان أولر حتى مثلا سبح تخصان يودان جيت سن بزرة سن الله تن دعاد لا الله سبحانه وتعالى بتخماغو حقو سن بتخماغو سوزو ده دوغرو أرسن تعاملو او بير إنسانلار دوغرو أرسن يعني الله پیغمبر أفاندم صلى الله عليه وسلم بير حديثة ديري إچي إنسان تعامل دن ده بمعاملة ده حرية ور يعني خيرلار ور يان مثلا ويلار يان ويملار بس نديري ديري أجر ببضاعة ده وصفت سبلاسن هرجسة وصفت سا مثلا ما بير شيء ساترم بس ديسم ببلاد بلاد صادقم سوزم دوغرو ده ببركة دوشر بمعاملية بس اگر من الله اتماسن سوزم دوغرو دوشسا
بركت قلماس حتى بلما بي بارد ويرسا من تمام يرتم يلا من يرتم بس بركة جرمام بس نيت النقد إيش مشخ نديلر إندك بارا مثلا برشات لداج إيش مشخ أول ديارلر ببارا برشات ليدة ناتس مع احتراماتي يعني تخلر تعامل لارندا سوزلار دوغر داج أنت إنسان أولر تعامل ددا مقيت وصن أنا إبا قدم الصدق قدم الصدق الذي وعد الله به المتقين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بلامز أولردان إدار أهل الجنة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أي هي الجنة عند الرب تبارك وتعالى و بيغمبر صلى الله عليه وسلم بس ديادغ يعني صفته أن سوز دوغري مش كذلك بيغمبر يوسف صل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سوز دوغري ده ناسه وتجادلر بيغمبر يوسف يانا بلاسنن بفتوى أصنر بيوخدان كملك جوربته نديدلر يوسف أيها الصديق باق يعني ناسه بلرس زندق عدلر بيغمبر يوسف تان باختلر نه بیر جزل صفاتو وار نه بیر جزل اخلاقو وار و چې جرندلر سورندلر بغ به جزل لقب دی پرلاسنه یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یعنی بلام زبیر فتو وير به یخناد ملک جربته انا نه بردا مبالغه ده يعني صديق مبالغات دوغرسوزدان ديدخت مرتباسي تصوغ بيوشترده يان سيدنا أبو بكر أبو بكر عينا ناته ديلد بلاسنا صديق بغبر دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نديري ديري إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتا يعني قريشة ديري كافر لرا ديري يان أولارا ديري كبدايته مسلمان داجلر سورة مسلمان أولدر ديري بعثني إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت في أول الأمر وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها يعني إمام بخاري الله رازو أصم لاسنان بحديث كرواية والنبتة يان أبو ذر عينا أودا أبو ذر الغفاري بيغمبر أفاندم صلى الله عليه وسلم نديري ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء يعني نير نا أسمان لا الأرض ولا السماء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر وهو شبيه عيسى بن مريم يعني ديري هيدز بير ير إزارن دا إنسان جالمي بتسوز بلا دوغرو أوصن بيغمبر الصحابة إتسندان چمن بدا ما تحت طبعا أبو ذر ديري بنزار ده بيغمبر عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بحثي اتخ كعب بن مالك بس او يعني او استنك غزوة تبوكتا جت مادلر الحمد لله بدوغر السوز بلالارن قرطار اتخ İnsan da olur sözünde doğru olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta diri eşti bir gün diri semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculen yahlifu bi abih. Fekala la tahlifu bi abaikum من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله يعني إنسان أولماز ديسن بابام حقيت ين قرداشم ين ننم بشيلردن إراغول إنسان أولر دا آن ديتسا يمين إتسا صادق وصن مقايتو ليلان يرا يمين إت ميسان تسوغ بي خطر شيد به دي دخت صدق في الأفعال طبعا بحديثة عينا بقصة كأتستنى جدلر بالمغارة بمغارة دا نديلر ديلر بالله نديلر إنه والله لا ينجيكم إلا الصدق
يعني إند بدش جالد بمغارانة قبات إزارمزا برد بز يعني نبلا مز قرتل در إلا بير عمل إتمشيخ وعمل مزدا صادق سوز مز دوغرو أصن بيد بير مزدان أنا نها بيرس بير مسألة بحث در بير أولردان بير دنا ديار بير دنا جالر دي يانمدا إشلاسن نتسدنا جالد عمل ألغ إتسن إشلاسن يانمدا حبسنن پاراسن وردم بس بير دنا جلمادة من بو پاراسيدن جتم قويديق مثلا قوين آلبته بو قوينة سبحان الله برچت دوشت چوخ oldu دير بير مددن سورا بو ادم جالدي يانا dedi من يا وقتنده يانو ده اشلادم بس كرم almadım بي انسان dedi tamam sözü doğrudu من bu para unan bu koyunları aldım indi bak bunlar hepsi sanu maludu diğer benim malımdı diğer gelmişim aparım diğer hepsin aparır hiçbir şey koymaz bu adamcı yani hatta hadiste yani neze diyesen biz diğer hal ceza ve ihsan ile ihsan bir tane adamlık etse bile olsa sebep lazına memnun şükran yani diğer buradan hatta demeyipti cezakallahu hayra yani hadise kabile calipte diğer hepsin aparır دير يا رب العالمين من أبشي يتم سوزم دا قولم دا فعلم دا سوزم دوغري دا فعلم دا دوغري دا يا ربي بلمنان قبول يدب سو أنا بردا بدش ينويرنر بمغاردان تخلر أنت إنسان أولر سوزي عملي دوغر أصن حتى أجر بير عمل يدب سو خالصا الله تا دعا دا مثلا جيزا قاخب صن نمس قل صن سن أبا عملنا سلي يا رب العالمين بعمل مخاطرته كتشم سبل مره خالصا ساوت اتمشم يا رب العالمين بغام بلمنان إرغد سن يعني بير خير قاب بلمت أتسان بدا تصوغ بير جزل شيء دي إنسان من إتسا تسوك باخن بردا بلار مغاردان تختلار بعمل اتمشتلار خالصا الله تسوزلار دا دوغري دي إنسان أولر يعني ديدغ يعني حتى نبي الله يوسف وشي ندري وجاءوا أباهم عشاء يبكون طبعا نبي الله يعقوب بلد سوزلار دوغر داجة إنان ما دبلالارنا أنت إنسان أولر حتى بلالارنا دير بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعني بسوزوز دوغر داجة بيرجون أولر يوسف لامس دونر وبالفعل دونر باباسي قرداشلاري كأوردا ديدغ أولار وزير مالية من مصر دا إنسان يعني نغدا إذا بالساعة سوزي دوغرو أصن ناتا مثلا بعسكري إنسان نديري ديري يا رب العالمين فقير ده ديري يا رب العالمين أقرب لما بير مال ويرساو أهد أصن وارلو أصام من فق تمام أوزمت وارلو أولام بس أهد أصن فقير فقراء دويرم بردا أقر الله سبحانه وتعالى ويرساب لوا سن أولر سوزو ويرنا جات رسان صادق ولسان الله تان بس أقر صادق ولمسو الله تان بغنا ديري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بس الله اتماسن سوزده دوغرو المساو نديري ومنهم عين العهد ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يعني عزيز بعض قرداش لور تو خطر ده الله سبحانه وتعالى فقردو الله سبحانه وتعالى بلو بمالو ويرده سنديب سند عهد وصن أقر الله سبحانه وتعالى بيرخير قابة ألسبلامته من فقير فقراء ويرام ديري برده اتمسو نفاق والرجولن دان إلى وين إلى يوم يلقونه نجن قدر إلى يوم يلقونه قيامة قدر
مقيت ولا منافق منافق قلمنا يازلسان انا اولر انسان بتو خطر دب ايات انسان اولر مقيت وصن عزيز بعض قرداشلار طبعا انسان ديدغ دوغرسوز بعسكر دوغرسوز بلاو قرتر ادر يعني نزد يلر النجاة في الصدق يعني سان سوزو دوغرو اوسن قرتر اوسن بردا بقصة ور منصور بن عباد ور ببغدتو اورده تصوغ بير وعظمش يعني تصوغ بير اي انساني مش بغداد اهلي مش ديره بردا بير جون وعظ ويره انسان لرا بردان بير عبد جدار سيد بلاسن يوليب ب سيد نيزا ديسم مشروب ايتانده عرق ايتانده دير جد بلا مسي متسكا ميوة أل فاكهة أل استرغ جزاء بمشروب إتاخ دير بعبد يرر جرر منصور بن عباد وعز وير بدأ إيش دير وعزن دا منصور بن عباد دير كم بفقيرا خير يدرسا خير يدرسا دور درهم من بلاسي دور دعاء درم دور دعاء درم بدور دعاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قبول در بلاسن بدأ بعبد نينر دير والله بدور درهم من جدرم ميوة آلم يو والله ويرم بلامت دعاء دلاسن بدور درهم ويرر بفقيرة دير بلاسن نيسان بلاوت دعاء دليم دير لي سيد قاس يعني ما نم سيدم كياندا خدمة كرم إيش لرام متك معاملة سيدا جبلمنا أريد أن أتخلص منه دير إباء تشندسة دير استرام الله سبحانه وتعالى أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة بدور درام ويرمشم الله سبحانه وتعالى بلام تعويزيتن دير أتندز دعانا أن يتوب الله على سيدي الله سبحانه وتعالى بليئتن سيدم كأون ياندا إشلرم الله سبحانه وتعالى توبة نصيب إتسن دونسن دوزيولا دير دوردن زنادة دير دوردن زي أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم بغب عبدن يعني إنسان أولر تمنى إتسن خير يغبز أز نفسه دير الله تان بلامت دعاء دلا الله سبحانه وتعالى سيدمنا خوش وصن منن دخوش وصن أي منصور بن عباد سنن دخوش وصن بمجلس سودان دا كم أوتربت أولردن دا الله سبحانه وتعالى خوش وصن دير بردا دونر دير بلاسنا سيد دير نات تاخير أولدو هانا ميوا فاكهة هانا جاتر ميبسان دير بلاس بحثي دار دير جيتم منصور الزاهد جوردم نيت زمان دور درهام ويردم أبيرا ديدي دور دعاء استادم بلاسنان بلامس دعاء دلاده دير بردا سيدنن عصبيلغ غضب ساكن oldu تورالغ ساكن oldu ديدي نايدي ني استادو دعواتو نايدي ديري ديدم سوردم بلاسنن الله سبحانه وتعالى بلا قسمت اتسن ك قول قالميم الله بلا ما ازاد اتسن سربست اتسن ديري بردا سيدي بلاسنا ديار يرسن سربسن الله الله تسه يعني با خالصا الله تسه ديري ايشنزي نايدي ديري ديدم الله سبحانه وتعالى بدور درهم يرنا دور درهم تعويز يتسن بلامتسه ديري بردا سيدي بلاسنا ديدي توت دور بين درهم ساوتسه ديري نايدي ايشنزي دعو ديدم الله سبحانه وتعالى بلا قسمة اتسن سيدم توبي اتسن إراغ دوشسن بشوت صفاتلردن Diri Seyyid'in başı andırdı, yığladı. Ondan sonra diri ne kadar o şeyi var idi, meşrubu içerdi, hapsini kırdı. Dedi, Allah'a tövbe ettim, ilan etti, dönmem. Bu üçüncü. Dedi, ebe dördüncü dua onaydı.
دير الدوردن زدو عام أن يغفر الله لك ولي ولمنصور بن عباد وللقوم دير دير أما بد بشي مالم آلم دداج هذا ليس إلي وإنما هو للغفور الرحيم بزدو عاسن بسيد جاتر ديرنا دوردن زي دير بمالم آلم دداج الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء دير بإنسان بسيد يتار يطمغن دا بير يخش من كأنما بيردنا تصاغر بلاسن نديد أنت فعلت ما كان إليك سن أون سن عايديد سن أون جاتر ديرنا لقد غفر ما كان إليك لقد غفر الله لك وللغلام وللمنصور بن عمار وللحاضرين أجمعين أما الله سبحانه وتعالى سنن خوش اولد منصوردن ده خوش اولد او قومان ده خوش اولد كه اوترمشتلر حاضر ايدلر به مجلسته عبدودن ده خوش اولد نايده به بعبد سوزنده دوغريده edebilir diye yalan kırsın desin düştü bilemden itti bilemden bir tane çaldı bilemden biz dedi halu mesela abilade bir de deblamısı görçün ne ennecatu fissıdk sen bazı yerde zikata düşsav sözü doğru olsun Allah subhanahu ve teala bilavı kurtar eder Allah'tan dua edilerek Allah subhanahu ve teala beri etsin onlardan olak sözümüz doğru olsun kavulda عملدا حمشيدا اعتقدتا الله سبحانه وتعالى بلامز مرتبة أن أستن مرتبة يتشترسن بلامز جمعتسن حشرتسن مع الصديقين مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.